بص يا جماعة، لو تقولي حل الحاجة ديت اكتبوا لي الكومنتات. هدخل عند القصة اللي انا عاملاها دي. ثانية يا جماعة، خليكم معايا. بدخل على القصة اللي انا كنت عاملاها لكم. بصوا، ما فيش ولا فيديو، ما فيش ولا حاجة كنت عاملاها. راحوا فين؟ بجد يا جماعة، لو تلاقوا حل للمشكلة بجد اللي بجد 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 يعني يا جماعة، تعبت في القصة دي قوي قوي. وربنا صممت الشخصيات وعملت الصورة مصغرة وعملت حاجات كتيرة، وفي الآخر ما يعملش معايا كده. استغفر الله العظيم يا جماعة، بعد ما منتجتها وحفظتها وعملت كل حاجة، فبقوم لاقي عشان أحفظ الفيديو تاني علشان اتمسح من على على المعرض، بقوم معش لقيت الصورة. بليز يا جماعة، بليز لو تعرفوا ازاي فاكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام، ومتنسوش لايك وشير وكومنت وشارات، وباي.